اليوم عم نحكي عن عقد الإيجار، من أكثر العقود انتشاراً سواء لغايات سكنية أو تجارية. اليوم في تفاصيل، في بنود، في كثير من الإرشادات قبل توقيع هذا العقد. شو هي العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟ وإمتى نحن ممكن نقدر نفسخ العقد؟ هذا كثير تفاصيل رح نتعرف عليها. هلا إمتى حنقدر نفسخ العقد؟ أكيد اليوم معلومات هاي خبرنا عنها قانونية ضيفنا لليوم. رح نحكي اليوم عن القانون بفسخ عقد الإيجار والحكم بالأخلاق الأخلاق، ولكن هذا الشيء أكيد بشروط لليوم وضع القانون. شو هي هي الشروط؟ رح نتعرف عليها ضمن مساحتنا القانونية، وضيفنا لليوم هو المحامي لؤي الموحد. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح العدالة، صباح الانطلاقات، البدايات الجميلة. يسعد صباحك أستاذ. خلينا بداية بس نعطي تفصيل مبسط للمشاهدين عن عقد الإيجار ونوضح شو هي حالات دعوى الإخلاء وإمتى تقام. تمام. هلا عقد الإيجار هي وثيقة تثبت العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر، بيكون مكتوب فيها اسم المؤجر والمستأجر، أوصاف العقار في حال كان مفروش، الشيء الموجود ضمن العقار بالتفصيل الممل، المدة المتفق عليها، المبلغ إذا كان مسدد سلفاً أو كان يسدد كل شهر، قيمة الإيجار، هاي التفاصيل كلها بتكون موجودة ضمن العقد، هذا كعقد إيجار. تمام. هلأ كدعاوي إخلاء بتفرق من دعوة لدعوة أو حسب سبب الإخلاء، يعني أسباب الإخلاء كثيرة، ممكن تكون للهدم والبناء، يعني صاحب العقار بده مثلا منزل عربي بده يحوله لبناء، فبده يهدم، فممكن هون يطالب بإخلاء المستأجر. ممكن يكون مثلا صاحب العقار ما عاد عنده مكان للسكن غير هذا البيت، ممكن يطالب بالإخلاء حتى لو ما خلص عقده المستأجر. ايه بيطالب بالإخلاء، وهون ساعتها بده يعوض هو المستأجر، هذا شيء يعني بتختلف من حالة لحالة. ممكن إذا أساء المستأجر استعمال العقار المستأجر سواء معنوي أو مادي، يعني من ناحية المادية مثلا العقار كان 3 غرف نوم وصالون، حب يكون المستأجر انه الغرفة كبيرة فحول له اياها لغرفتين وصالون ازال احد، فهذا الشيء اساءة مادية لغير من اوصاف العقار. او مثلا كان في شرفة وسكرها، هذا غير من الاوصاف، هي مادية. اما معنوية مثلا حول المنزل لمكان للمقامرة او للدعارة، او صارت احد الحالات اللي هي عصرية انه في احد الناس اللي هن كانوا مشهورين احد وسائل التواصل الاجتماعي سكنوا هذا البيت، ما كانوا بيعرفوا أصحاب العقار، فصار ينبس منه ونعرف أنه هذا العنوان، وكانت البصوص يعني شبه غير أخلاقية. نعم. لا، فكمان هذا إساءة معنوية وطالبوا بالإخلاء، يعني هي من أحد الأمور العصرية اللي اليوم عم تصير. ممكن يكون للتقصير بسبب الدفع، متفقين ما دفع، هون بنرفع دعوة اسمها دعوة للتقصير بالدفع. طيب خليني هون اسالك استاذ لؤي، هي الدعوى امام اي محكمه؟ يعني تمام، هلا هي الدعاوى اذا كان في تعويض للمستاجر، خلينا نحكي من هدول التفاصيل. هلا اذا بنحكي على التقصير، نحن ما بنعوض المستاجر، اذا نحن بنحكي تقصير للدفع اول شيء رح نرفعها امام محكمه الصلح. بدها تكون عندنا المده 30 يوم. ما دفع، رفعنا دعوة، بلغناه، هلأ من ثاني يوم للتبليغ معه 30 يوم ليسدد هذا المبلغ بالإضافة إلى 5%. هي حالة من الحالات اللي هي تبع التقصير، تقصير بيأدف. أنا عم بسأل بشكل عام بدعوة الإخلاء، يعني أنت ذكرت حضرتك إذا كان عنده أسباب المؤجر اليوم، فهو اليوم قانونيا يحق له رفع هي الدعوة. هلأ يعني عشان ما نبندهم كلهم، تقريبا بين الشهر وثلاث شهور هاي المدة اللي بتكون، نادر كثير لتمتد لست شهور، ولكن هي من شهر لثلاث شهور. طيب اليوم اذا الشخص اللي قاعد بالبيت هو وين بده يطلع؟ يعني كمان اليوم نحن اذا نزلنا على الارض الواقع، اول شيء ما في بيوت يعني بالكم المتوقع. تمام. بالاضافه للاجارات المرتفعه، يعني كمان القانون ما نظر لهي النقطه، يعني انا اليوم عقدي مانو خالص. هلا القانون ما نظر لهي النقطه، بس نظر لليوم الواقع اللي هو موجود. انا ما قلت مثلا اذا هذا بالعقد بيكون الايجار دون الاستئجار، اجى صاحب البيت واجر المستاجر اجر البيت، هو بالاساس هو اللي ارتكب شيء حتى ينخلع. اما هو لو استعمل العقار بشكل صحيح بشكل قانوني بدون اي اساءه، هلا ممكن القاضي ينظر بحاله انه بده يخليه لسبب شخصي. تماما، انه بده يبني بيت ما عنده مكان للسكن، هون بيطولوا له المالك. ايه هون بيطول مهلة، بيسمحوا له بمهلة، هلا بقى حياة طويلة بيعطوه مهلة بده ينتقل، ولكن إذا كان هو عم يسيء لا هذا حق القانون. تمام. يعني هو بالأساس ارتكب الجرم. طيب
طيب استاذ لؤي، خلينا نوضح اكثر، من هو صاحب الحق اليوم باقامه دعوى الاخلاء؟ خلينا نوضح هذا التفصيل. هلا صاحب الحق هو صاحب العقار، ولكن لما بده ينتقل لمرحله الدعوى بشكل فعلي بده محامي. فاذا صح التعبير هو صاحب العقار والمحامي الموكل. بس واليوم المستأجر أمام المحكمة، هل قادر أنه يستأنف؟ هل قادر يأخذ مهلة زيادة مثل ما مشروف في باقي الدعاوى؟ يعني لأي سبب من الأسباب؟ هلأ في بعض الدعاوى ممكن يأخذ مهلة إضافية، بيقدم أنه أنا مثلا عم دور على عقار، في عندي وضع كذا إلى آخره، وأنا ملتزم وعم يدفع هو، فممكن يأخذ مهلة. أما إذا كان مثلا محول البيت لمقامرة أو دعارة أو أحد هاي الأمور أو كذا، لا ما بيعطوا مهلة أبدا، بيتم إخلاءه بشكل مباشر. بس اليوم ما يعني اللي عم يرفع دعوة الإخلاء لأحد الأسباب اللي ذكرتها حضرتك، هل اليوم المحكمة بحاجة لإثباتات، بحاجة لشهود على هذه الادعاء؟ هلا هون عندنا ثلاث حالات. تفضل. إذا كان في عندنا عقد إيجار مثبت بالبلدية، فهذا العقد اليوم آخذ هو مكتسب الدرجة القطعية، في قوة تنفيذية، بترتب عليه إنه يروح بس مجرد على أمام التنفيذ المدني، بيحط العقد بيتم التنفيذ. هاي الامر كثير بسيط، طبعا هذول كلهم بيحتاجوا محامي، يعني بالقانون لازم يكون في محامي، ما بيحسن بشكل شخصي. مرحله الحاله الثانيه، اذا كان موجود عقد مكتوب عن محامي او عقد بين الشخصين، عليه التوقيع، عليه البصمه، بس ما له مثبت امام الجهات اللي هي البلديه، هون بيحتاج لدعوه، بيرفع قدام محكمه الصلح، بعدين لتاخذ الدرجة القطعية وينبرم العقد، بيروحوا كمان على دائرة التنفيذ المدني. هذا الموضوع بياكل أشهر طويلة. نعم. في حالة ثالثة بقى هي اللي أصعب، إنه ما بيكون عنده لا كاتب عقد ومثبت أو ما له مثبت، ما في عقد بالأساس، قاعد هيك ممكن يكون رفقة مثلا، ممكن يكون بالقرابة بالصداقة بأي شيء، وبطل يطلع هذا الشخص. هلا هون في كثير حالات للدعاوي بتختلف حسب يعني وصفها الدقيق، ممكن طرد غاصب، ممكن استرداد الحيازة، في يعني كذا دعوة بتختلف، بس حسب يعني التفاصيل تبعها. في عقوبات لهم هذه هون في ممكن هو بقى هون يتجه بصير جنائية، انه ممكن هو فات على العقار بدون رضا ابدا، يعني مو بس انه ما رضي يطلع، ممكن كان بالدري انه فتح باب بيته وصار في حدا وساكن. هلا هون بقى بيصير بيرفع امام الجزائيه، وبيصير في اكيد عقوبات، وبيصير في غرامه. هون بتختلف، عم اقول لك بتختلف الحاله حسب هو شلون دخل على العقار، حسب هو شو عم يعمل بالعقار. صحيح. اذا ما كان في عقد. تمام. يوم يمكن كثير من الناس اللي بنعرفهم ما بيكون عندهم هي الثقافة القانونية ببعض الأمور اللي ممكن يتعرضوا لها بحياتهم، وتحديدا يوم إذا بنحكي عن عقد الإيجار والإخلاء، اليوم شو هي الأخطاء الشائعة اللي بتلاحظها اليوم أستاذ لؤي بهيدا الموضوع؟ ممكن يوقعوا ضحية نصب أو احتيال، أو ممكن كثير من الأمور تصير معهم وما يعرفوا يتصرفوا. هلا أول شيء نحن في حال هلا إذا كان في عقد أمام البلدية نحن هون كثير مرتاحين، ولكن الحالات الأكثر الشائعة اللي عم يكون عقد عند أحد رجال القانون أو عقد بين الشخصين، أول شيء نتأكد إنه نحن بالفعل إنه مالك العقار هو نفس الشخص الموجود معنا، عن طريق أي وثيقة بتثبت هذا الشيء بالسجل العقاري أو سجل مؤقت أو المالية أو أي مكان نحن موجودين في العقار، نتأكد إنه هو بالفعل مالك العقار. في موضوع الثاني اللي هو ممكن ينظلم فيه المؤجر، انه بيحطوا مثلا قيمه العقار اقل شيء 50,000 ومسدده لست شهور والتسديد شهري. هو هلأ بالحقيقه شو بيكون؟ بالحقيقه مثلا بيكون 1,700,000، بس هن موضوع شان الضريبه، تهرب من الضرائب اليوم. المستاجر بكل بساطه ممكن يعطيه اخر الشهر 50,000 على العقد، فبالتالي المؤجر خسر حقه. هو اللي تصرف هذا الشيء، ولا يمكن بأي طريقة أنه خلص مو مكتوب بهذا العقد، خلص 50-50، هاي اللي بيخسر فيها المستأجر. المؤجر هم المستأجر مبسوط، المؤجر هون هو الخسرة. ممكن في عنا حالات تانية أنه نحن على العقد بينكتب غير عقار اللي احنا موجودين فيه، نتفاجأ فجأة أنه في دعوة انتفعت على الشخص طلعوه من العقار. ليش؟ لأنه أنت مستأجر غير عقار، وبيعطوه غير عقار، ولكن هن في أرقام مخيفة يعني بتكون بين العقارين. فهي الأمور نحن لازم نتأكد من رقم العقار، مين مالك العقار إذا موجود بالسجل، ويفضل أنه يثبت أمام الجهات المعنية اللي هي البلدية. تمام. ويمكن ذكرت نقطة حضرتك أستاذ لؤي، أنه اليوم القيمة الرائجة اللي عم تكتب بعقد الإيجار، يعني
حتى المؤجر صار عم ياخذ 6 شهور وسنه لانه صار عنده وعي بهيئه الثقافه القانونيه انه انا اليوم بجوز مستاجر اللي هي 25,000 او هي 50,000. يعني خلينا نروح للقيمه الرائجه والتخمين، اليوم مين مسؤول عن هي القصه؟ هلا مسؤول عن القيمه الرائجه هي الماليه. نعم. وكل عقد ايجار بدنا ورقه من الماليه تثبت قديش هي القيمه الرائجه، بعدين بيروحوا فيها على البلديه بناء عليه بصير حسبه معينه تطلع قديش الضريبه. كيف يتم التخمين اليوم؟ هلا تم التخمين، طلعت لجان خمنت كل منطقه قديش سعر المتر. هلا بالوصف العقاري قديش هو كم متر، مثلا 100 متر بيضربوا بسعر المتر بيطلع قديش القيمه الرائجه. فهي لجان طلعت مع خبراء عقاريين من كل منطقه وسعرت المتر، وفي اماكن كثير يعني بدايه التخمين كانت اعلى بكثير من السعر الحقيقي. طيب اليوم في حال المستاجر بده يخلي العقار اي منزل سكني كان هو مستاجر فيه، في حال كان في تخريب بالبيت او اي شيء انتزع بسبب هذا المستاجر، شو العقوبات او شو ممكن يكون في اليوم بنود ضمن عقد الايجار بهذا الموضوع؟ هلا اول شيء بيطلع المؤجر هو ولجنه، لانه في كثير منا يمكن ما بينتبه لهذا الموضوع او بيعتبر انه ممكن ما يتحاسب عليه. تمام، بتطلع لجنه مختصه توصف الموجود بالضبط، شو التخريب الموجود. مثلا كاتب بعقد الايجار بابسط شيء خلينا نقول انه شاشه وحالتها كثير ممتازه لقوها كلها مكسوره، طيب هون وصفوها، بيطالب بشكل جزائي وبيطالب بالتعويض، يا اما بده يحط شاشه نفس المواصفات يا اما بدك تدفع غرامه. ايه وبتكون موجوده الشرطه، بتكون يعني هذا الموضوع ما له سهل، ولكن للاسف المؤجر نفسه ما عم يعرف يتصرف. ليش؟ لانه دائما احنا عندنا شيء شائع بسوريا أنه ممكن يتصرفوا بأي شيء مادي إلا ليوصل لمرحلة أجل القانون، سواء مستشار قانوني أو محامي أو كذا، يقول أنا ما رح أتكلف. بس أنت بالتالي عم تخسر بشكل كبير، بيختصر طريق بمكتب عقاري أو بيروحوا لأشخاص يعني طبعا أنا بعرف كل شيء، للأسف بيتورط. آخر شيء بيوصل لرجل القانون بيكون دفع أضعاف اللي كان بده يدفعه استشارة أو شيء النظام اللي كان بده يدفعه. للأسف هاي الثقافة يعني بعدها ما عم تتطور عنها. ولهيك دائما بنقول أستاذ لوي أنه نحن ببعض الإجراءات القانونية حتى لو اليوم صار في بعض الكلفة الزيادة نحن قادرين نحمي أنفسنا، نحمي إن كان العقار أو السيارة. ودائما بننوه على موضوع أنه دائما نلجأ لرجل القانون، نبتعد عن الأشخاص اللي هنون يعني بيعرفوا كل شيء. تماما. بدي أتشكر حضورك لليوم وشكرا لك المعلومات اللي ذكرتها أستاذ. ونتشكركم لكم ونتشكر الإعلام وكل الكادر، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ويعطيك ألف عافية أستاذ لؤي ولكل المعلومات القانونية اللي قدمتها لليوم. الله يعطيك ألف عافية. أهلا.